صباحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامج الديربي. حلقتنا اليوم فيها أحداث بالتأكيد مستجدة حول الوضع الرياضي في الكويت، أكيد أكثر من موضوع الوضع القدساوي أيضا سنتطرق له من جانب، يعني بعض الأمور الرياضية راح نتطرق لها إن شاء الله في حلقتنا اليوم ونناقشها مع ضيوفنا ومحللينا عليمين المدرب الوطني واللاعب السابق كابتن عبد العزيز الهاجري، ايضا بجانب المحلل الرياضي واللاعب السابق كابتن احمد موسى، على اليسار ايضا اللاعب السابق والمحلل الرياضي كابتن مويد الحداد، كله سابقين، واخر الحضور المدرب الوطني والحارس السابق كابتن طير الشرقاط. حياكم الله اخوان، صبحكم الله بالخير، يا اهلا وسهلا فيكم. اللي حاب يشاركنا ارقام هواتفنا موجوده على الشاشه، اي موضوع حابين تعلقون عليه المجال لكم مفتوح، ونتشرف بمداخلاتكم، نتشرف ايضا بمتابعه حساباتنا في وسائل التواصل تويتر انستغرام الفيسبوك الشبكه العنكبوتيه. شكرا لرعاتنا وداعمينا، بدايه نشكر الوكيل الاعلاني شركه التون جرافيكس، هذا رقم الموبايل للتواصل مع الاخوان لاي ملاحظه تتعلق في البرنامج، امر اعلاني ايضا امر فني، المجال لهم مفتوح. شكر لرعاتنا وداعمينا طياب المرشود مشكورين، بن العميد مشكورين، مطعم التسيم مشكورين، مجمع رمال اوتلت مشكورين، مطعم سيامي وسطى مشكورين، تولز بيتزا مشكورين، ليمون لاين مشكورين، ايضا هاتف الفين مشكورين، دير اندير مشكورين، ومعرض بريمير سبورت وكلاجي فوفو زيوس في الكويت مشكورين. قبل ايضا عاده يعني كما تعودنا دائما قبل لا نبدا نتطرق إلى بعض الأمور، لكن اليوم هي دعوة نطلب من الله سبحانه وتعالى، ونطلب من الجميع أيضا أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا البلد من كل سوء، وأن يحفظ أهله أيضا ومن يعيش على هذه الأرض الطيبة من مواطنين ومقيمين من كل سوء، وأن يحفظ أيضا دول العالم قاطبة وخاصة أيضا الدول الإسلامية في كل مكان، وأن يحفظ أهلنا مواطنينا اللي موجودين في الخارج أيضا وردهم سالمين. قبل لا أبدي ما أدري في اتصال جاهز يوسف، عموما احنا نحاول ناخذ اتصال، لكن قبل الاتصال إذا جاهز إن شاء الله ناخذ الاتصال، بس خلا أتطرق إلى ما حصل اليوم. وأمانة هذا الأمر يعني احزننا، يعني واحنا جايين حتى يمكن اخوي سعد الحوطي الكابتن الكبير كانت له رساله ايضا معبره وجميله وجهها الى المواطنين الى الشعب الكريم، يعني اللي شفناه اليوم يعني الغزو لما صار الغزو الله لا يعيد هذا اليوم، قعدنا 7 أشهر او 8 أشهر والله الحمد الجمعيات ما خلى منها شيء، المخابز شغاله، كل الامور كانت شغاله ليه الضربه الجويه، يعني الحمد لله الامور والاقتصاد طيب، هلهلع والدور على الجمعيه وال أتطرق حق الموضوع، لكن ما دام جاهز اتصال خل اخلي هالموضوع شويه وناقشه مع الاخوان. لكن احنا قبل يومين وحتى يمكن الاخوان في جريده القبس ذكرت الخبر، وبعدها يمكن ما شفنا اي تصريح او موضوع او يعني مؤتمر او امر يعني خرج فيه الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية، فبالتالي حبينا نطمن عليه، يعني خاصة الأخوان في جريدة القبس كتبوا أنه تعرض لعارض صحي خلال البروتوكول اللي تم ما بين الهيئة العامة للشباب واللجنة الأولمبية الكويتية. احنا حابين نطمن على الشيخ فهد بداية رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية، ويطمن أيضا الرياضيين على صحته، وإن شاء الله الصحة بخير. شيخ فهد صبحك الله بالخير وسعداء بوجودك معنا على الهواء مباشرة. أمسي عليك وعلى المشاهدين وعلى الضيوف الكرام. حياك الله شيخ، أول شيء طمنا على صحتك. طال عمرك، احنا بخير صحة الحمد لله. الحمد لله. واشكر جميع من سأل ومن دز برقية واسمحوا لي واعذروني إذا في أحد ما رديت عليه. معذور. والإخوان تدري كل واحد قال الإرهاق. قالوا السكر، قالوا ضغط ارتفع، ضغط نزل. شرط الإرهاق كنا مسافرين ومع الجتلاك وقلة النوم. صحيح. الحمد لله بخير وما قصرت أبو مسعود. يعني الأمور طيبة إن شاء الله.
الحمد لله أمور طيبة. الله يعطيك الصحة والعافية يا شيخ. ما الله يعافيك، مشكور على السؤال. لا شكر على واجب. وصباح احنا نستغل يعني وجودك معانا، ما علي، هم نطمن عليك وهم لابد أن نسأل عن الوضع الرياضي في الكويت. أنتم كمسؤولين عن الوضع الرياضي في الكويت، متى متوقعين يعود النشاط الرياضي في الكويت؟ أول شيء أبو سعود، رفعنا حنا توصيتنا إلى هيئة الرياضة. نعم. ومن ثم هم رفعوها إلى مع الوزير، ومع الوزير بعثها إلى مجلس الوزراء. درسوا الموضوع وشاف أن الوضع لا يستمر الإيقاف الرياضي حتى لشعر آخر. فأنا متوقع أن بعد 29/3 يعني راح يدرسونها مرة ثانية مجلس الوزراء ويتخذون قرارهم بإذن الله. أنت شخصيا ما أتكلم كلجنة أولمبية أو كمسؤولين في الرياضة، كرأيك الشخصي بصباح، هل ترى يعني البعض كان يقول ليش ما خلوا النشاط مثلا بدون جمهور، يعني حالنا حال مثلا الإخوان في السعودية؟ هذه كانت توصية لجنة أولمبية الكويتية. أن يكون النشاط من غير جمهور، وشفنا قارنا أنفسنا مع دول الجوار وفي أوروبا، بس الوضع يعني يمكن الحكومة شوي حارصة المواطنين والمقيمين. نعم. فنحترم ونقدر راي، قدر غرام راي. نعم. وتوجيهات الحكومة. نعم. ختاما شيخ، انا سمعت انك مدريدي يقولون، ما ادري صدق ولا اشاعة هذه؟ لا والله لا، العب كرة ولكن ما اتابع ترى. مالك شغل عيل لك ميول على الليكرز ويمكن شيكاغو بولز ولا ما. لا قاعد طالع الحين مباراة ليفربول واتلتيكو. وتشجع منه؟ ليفربول. افا خربت اللعب شيخ، كلنا محمد صلاح. مشكور شيخ، احنا حبينا بس تطمن عليك وتطمن الرياضيين على صحتك. ما من قصور، شكرا لك. شكرا لك. طبعا باسمكم نشكر الشيخ فهد ناصر صباح الاحمد رئيس اللجنه الاولمبيه الكويتيه، اللي يعني طمن الجماهير على صحته والحمد لله الامور طيبه، وايضا يعني يبقى النشاط الرياضي قراره بيد الحكومه. ارجع للنقطه اللي تطرقنا لها وباخذ راي الاخوان، يعني ما حصل اليوم، يعني ارجع اقول التجمع اللي صار، احنا قاعد نقول خايفين من الكورونا وخايفين من العدوى اللي صار بحسب الجمعيه هذا ابو الكورونا، هل ايش دراك اللي يمك ما في كورونا، ايش دراك اللي وراك، دور لازقين بعض يا ابو حسن. والله هو شوف سعود، يعني ما حصل حقيقة يعني يمكن الشعوب والمواطنين اللي متواجدين والمقيمين المتواجدين ما يلامون في ظل حكومة ورقية مثل هذه الحكومة، يعني حقيقة يعني هذه الحكومة الهشة اللي تسببت في الذعر والهلع والجزع في المواطنين، ما يلامون حقيقة المواطنين اللي حصل يعني. ولا هل يعقل يعني هل احنا اتخذنا قرار؟ لا اتخذوا قرار في اقل من 24 ساعه كسروا القرار وادخلوا الطائرات 7,500 من غير فحص في سبيل يعني الحكومه ضحت في صحه شعب باكمله في سبيل مال تاجر واحد. يعني هل يعقل يعني ان ينباع البلد باللي فيه بصحته من اجل تاجر واحد؟ وين القسم اللي انت اقسمت؟ يعني احنا بدينا في عضو اقسم ووزير اقسم، يعني ليش يعني الانسان ما يهتم في قسمه، يعني وانه لقسم لو تعلمون يعني عظيم. فاذا هذا العضو يبحث عن كم صوت ويدخل ناس مريضين، والوزير الضعيف يسمح في دخول المرض في البلد، فاللي حصل من المواطنين ما يلامون، لأن الحكومة يعني حقيقة احنا نتمنى إن شاء الله قبل أن يزول المرض أن تزول هذه الحكومة ولا تكون موجودة، لأنها حقيقة ليست حكومة أزمات ولا عندها أمانة ولا عندها حرص، والشعب والمواطنين والمقيمين على غير مأمن في ظل هذه الحكومة. أنا أختلف معك وحسن، هذا رأيك واحترمه، لكن أنا أشوف الحكومة اتخذت القرار الصحيح. ليش رجعت في القرار؟
هذا امر عاد يعني امر اي قرار وما في ما دخلت لا لا ابو ابو حسن هي ما قالت انه ممنوع الطائرات تدخل وبعدين خلت الطائرات تدخل احنا نقول والله ما يعني ما صار هالامر اللي يعني نتكلم عنه احنا اقصى طموحنا ما نريد رجل دوله احنا نريد رجل وزاره بس يتخذ القرار الصحيح اللي يرضي الله سبحانه وتعالى تقسو على الحكومه يرضي على شو اسمه انا شايفه هذه قسوه منك ما ادري اخذ راي ابو خالد هل تؤيد ما اطرحه ابو حسن صدق احنا بنطلع برا شوي الرياضه لكن بالنهايه احنا كرياضيين قاعد نعيش هال 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 لا هال لا الأزمة. هو شوف ابو سعود خلينا نكون واقعيين الوضع يعني ما هو سهل وضع خطير جدا ممكن ابو سعود تكلم حرقه قلبه وتكلم عن صحه مواطن وصحه المواطن طبعا غاليه جدا احنا نشوف الدول اللي حوالينا لما تتخذ قرار لا رجع فيه وهذه سلامه بلد وهذا وباء وهذا منتشر في العالم كله وقاعد نشوف حتى الدول المتقدمه بكثير عنا القرارات اللي قاعد تتخذها يمكن صارت رده الفعل عند الشارع ابو سعود القرارات اللي يمكن يتخذها مجلس الوزراء وبالتالي يتراجع عنها وبالتالي نسمع تصريح لا اكو لا ماكو هذه يمكن صادر رده فعل عند الشعب وهذا ردا على اللي انت شاهدته في الجمعيات اعتقد ان الكويت الحمد لله بلد فيها خير وفيها مخزون وما له داعي هالامور اللي قاعد نشوفها ونشاهدها بالجمعيات التزاحم والوقوف بالدور اليوم انا يمكن شفت لي صوره ابو سعود والله يا اخي استغربت المخبز الي الطابور واصل لوين ليش ليش كل هذا هذا بالعكس هذا حد ذاته بحد ذاته هو هذا في احتكاك لان انت تقول ابتعدوا عن الاماكن العامه يطلعون بتصريح تسكير الدواوين بعدين يرد ينفون الخبر فامور مثل هذه الشائعات لا لا مو رسمي انا قاعد اكلمك انا عارف ايد الحكومه إيه أنا اذا في لا لا ما تكلم عن الحكومه انا قاعد اكلمك الاشاعات اللي قاعد تطلع بسعود شنو ذنب الحكومه فيها ما له ذنب بالعكس انا قاعد اقول لك انا ردا على كلام بسعود هو عنده رده فعل قويه وسبق وقلت لك ترى اكو حالات لم تعلن عنها في حالات كثيره مصابه يعني مثل ما قال احنا نحتاج إدارة أزمات وهذه أزمة يعني انكشفت لنا وشفناها الإدارة غير صحيحة التصرف غير صحيح صحيح أنا يمكن ردا على الشيخ فهد الناصر أن أنا طالبت وقف النشاط وتمديده هذا عين العقل هذا قرار صحيح صحة اللاعب صحة الجمهور هذا قرار حكيم ونتمنى أن يستمر هذا الإيقاف لما يعني تنزال هذه القمة وقاعد نشوف اليوم بسعود الاتحاد الأسباني قرر وقف كأس ملك أسبانيا الاتحاد الإيطالي كذلك يعني في دول متقدمة قاعد تتخذ القرار وقاعد نشوف هذه صحة مواطن يا أبو سعود نعم طيب أبو عايشة تعليقك يعني على الوضع اللي صار اليوم ما أنا يعني أحزني صراحة يعني الحمد لله أرجع أقول إحنا في بلد خير يعني هل يعني أنا واحد ضحكني قال المشكلة إن الزحمة على الحلاقين بعد زي ليش زحمة على الحلاق لا لا والله واحد يقول لي زحمة على الحلاق زي ليش على الحلاق مشكلة يعني. شوفوا مثل ما تفضلوا يعني الإخوان أبو حسن وأبو خالد يعني يمكن القرارات أو الاستعجال في القرار والتراجع عن القرارات غير مدروسة هذه اللي خلت المواطن يعيش في رهبة وخوف وبشيء غير مدرك هو شنو عواقبه يعني اليوم إحنا المواطنين ما يلامون مثل ما تفضل الاخوان يعني امانه انت اليوم لما تشوف ان فجاه يقول لك ما في دوام مدرسه فجاه يقول لك ما في دوام وزارات فجاه بنسكر المحلات بنسكر المجمعات بنسكر القهاوي بنسكر فبالتالي هذا يوصل رساله للمواطن انه في حدث كبير راح يحصل فهو بالنهايه يبي يامن نفسه يمكن احنا مثل ما تفضلتوا يعني احنا الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى علينا ومنته ان احنا في بلد فيها الخير يكفي على قولتهم ملايين ويكفي سنوات إن شاء الله لكن إحنا هذا الخوف هذا أمر طبيعي لكل إنسان حق مشروع يعني اليوم الخوف واللي حصل ويمكن يذكرنا لو هيك بعايشة تسكير صالات الأفراح صالات الأفراح والنوادي والنوادي الرياضية النوادي يعني بالضبط يعني ومثل ما تفضل أبو خالد لما قالك فعلا طلعت أخبار يمكن ما ندري شنو مدى صحتها ان حتى الدواوين والتجمعات والزوارة والعزة والافراح وكل هذه الامور تخلي المواطن يعيش في هلع وجزع وخوف فهذه الامور هي اللي خلت المواطن ومثل ما قال ابو سعود يعني اخوي جمال
واحنا قاعدين بالديوان ما قال لك اذا تبي تدش دش اعطس اعطس بالطابور خل يفتحون لك والله والله يعني فهذا اللي قاعد يصير عندنا انت اليوم اللي جايب انت اي يعني كار جايبه ويا جايبينه ويانا لا هذا الوضع يعني طبيعي امانه وهو الوضع عالمي والفيروس شيء بس هو يعني كاجراء الاجراء بسعود امانه يعني الاخوان في وزاره الصحه وزاره الداخليه سواء على مستوى الدكاتره والممرضين والاستاف الاداري يعني ما شاء الله قاعد يقومون وفي مجهود جبار جدا للامانه نعم ابو بدر تعليقك ابو سعود طبعا ما يلامون المواطنين على اللي صار بسعود اليوم انت تطلع قرار وترد فيه ثاني يوم يعني قرار مو مدروس مع الاسف انت مفروض قرارك لما تقول قرار خلاص ممنوع الدخول ممنوع الدخول عطله عطله دوام دوام خلاص انتهى الموضوع لما احنا دوام عطله اسبوعين المدارس بعدين ترد أربع أسابيع ما في قرار بسعود فالمواطنين يعني ما في حتى الناطق الرسمي حق الحكومة ما بين لهم اليوم يعني ما بين شيء حق الناس فالناس مخترعة يعني شنو تبي يبين لك؟ أبي يبين إن 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 كل يوم في مؤتمر صحفي قاعد تطلع الأخت الفاضلة وتوضح كم حالة مصابة كم واحد شفاء قرارات مجلس الوزراء ما يتكلم عن وزارة الصحة بسعود يعني إحنا يقول لك متحدث باسم الحكومة ولا الاستاذ طارق المزرم هو يتكلم عن هذه يعني الحكومه اليوم قرارات من المتحدث حتى موضوع الجمعيات هو يتكلم عن جمعيات ما جمعيات اي القرار قاعد يطلع الاخ طارق واستاذ طارق وقاعد يقول بسعود اليوم احنا كم مثلا مجلس وزراء قررنا كذي بسعود انا اتكلم الجمعيات منو قال حق الناس ان ان يعني ليش صفوا العالم دور في احد بين لهم انه موجود عندنا الامكانيه ولا الحمد وكل شيء ما في ما حد بين بسعود لا لا متى قال قالوا متأخرين بسعود معالي الوزير خالد الرومان قالوا بسعود متى طلعوا متى طلعوا متأخرين بسعود ها طلع مسج صوتي انا ما ادري انا شفت ما في بسعود اخوان نزلوا تصريح بسعود قرار شو تبي يسوي يعني لا ابو حسن والله في امور قاعد تصير صحيحه بس انت مو عاجبك بس السؤال زين ابو سعود السؤال شنو سبب هلع العالم وراحتهم للجمعيه شنو السبب هذا اسال الناس اللي راح في لازم لابد في سبب في سبب لابد في سبب لان في المؤتمر مال كونا المؤتمر اللي سال الصحفي اللي مال كونا اللي لما سال قال حقيقه احنا 7000 ونص اللي دشوا ما فحصناهم كلهم فحصنا مجموعه قليله ولقينا فيها نسبه كبيره مصابين هذا اللي خلى الناس ردة الفعل انت شايف القرارات اللي قاعد تتخذها الحكومة هذه سواد وجه انتم اللي سمحتوا للمرض انه يدش دش يدشش المرض وبعدين تسكر الباب وبعدين تقول يلا سووا سكروا الدنيا سكروا الدنيا كلها ما عمرها والله في ظل الحكومات المحترمة هذه تعتبر خيانة وطن لا والله خيانة وطن انك انت تسمح للمرض علشان شخص ولا عشان ولا علشان عضو لا قسوتك يعني اوفر يعني ما مسعود معلش لا ما توصل للمسمى هذا بالعكس شو تسميه هذا شنو تسميه لا ما هذا احنا 61 احنا 61 مريض تلشنا فيهم كل مره كل اسبوعين كل اسبوع ولا يومين ولا ثلاثة ايام تلقاه في منطقه تدخل علينا 7000 ونص ليش علشان شخص من قال عشان شخص هذا قرار شوف الاخوان قرار اقل من 24 ساعات تكسره وتدخل 7000 وتسكره هذا بعد مو تقول لي شو اسمه بعد والله اي تبقى رأي وتبقى وجهه نظرك واحترمها وقدرها لكن يعني يبقى الاخوان ايضا لهم رايهم لهم وجهه نظرهم عموما بنروحك فاصل بس قبل الفاصل موضوع الاجازه الان او موضوع ايقاف النشاط ووقف الانديه نما الى علمي خبر ما راح اقدر اقول اسم النادي ولا اقدر اقول يعني يسمحوا لي لكن اتمنى الاخوان في الهيئه العامه للرياضه تتاكد من هذه المعلومه انما الى علمي ان احد الانديه قام بانهاء خدمات كل المدربين والاداريين والعاملين في النادي بحجه ان والله النشاط راح يوقف حتى اشعار اخر طبعا حسب المعلومه وصلت لي ان انهاء الخدمات راح يكون بدون دفع نهايه خدمه ومستحقات وايضا حتى يبتعد عن موضوع دفع الرواتب اللي شهر 3 وشهر 4 احتمال يكمل الايقاف زين والعقود اللي بينهم ما كله انهاء لا بس شلون انا موقع معك عقد لشهر 6
شلون تنهي عقدي قبل الحين؟ تعطيني مستحقاتي لشهر 6، هذا عقد بيني وبينك. لا بس في ظل الظروف، في ظل الظروف هذه والايقاف النشاط طلع من الدوله، وبالتالي النادي يقول لك انا ما اقدر احمل نفسي اعباء ماليه، فانا روح ارفع قضيه حتى لو يرفع قضيه. لا ما لهم حق ابو خالد، ها ما لهم حق. لا بس انت انا معك، هذه ازمه صارت. اي بس مو ادري ادري، انا ما اتكلم، ما اقول عن النادي، يمكن خطوطه يقول لك انا ما عندي. اوكي بس في نقطه يا ابو خالد، انت اذا على كلامك، اذا على كلامك لازم الهيئه ما تصرف للنادي هذا المعروض شهر 3 و4 و5 و6 ما لانه ما عنده صحيح. ما عنده مصاريف. إيه. ليش عشان كذي هو اتخذ الخطوه هذه، يعرف انه شهر 5 و6 ما في صرف رواتب لان النشاط واقف، فيمكن عشان كذي انا اعتقد ما ادري. لا لا لو بعد اسبوعين، لو بنقول بعد اسبوعين راح يكون اجازه، وبعد اسبوعين راح يطلع ان شاء الله، يعني في اقرب وقت تنحل الامور، تنجلي هذه القمه. يعني امين يا رب. وقالوا يلا ارجع للنشاط، شلون وين المدربين وين انا يعني املك المعلومه لكن ما اقدر يعني. بس مؤكده يعني مؤكد، عندي صوره من كتاب انهاء الخدمات. مسعود هو اكو شغله مهمه، ايقاف النشاط حسب ما سمعت، ماني متاكد من المعلومه، انه حتى بالتدريبات راح توقف كلها. هي وبالتالي انت بعوده النشاط خلاص ترد نشاط ثاني يوم تلعب. لا 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 تبلغها قبلهم، قبلها تبلغ تقول مثلا يا جماعه ترى الدوري تاريخ 15/4 وانت ترجع النشاط خلينا نقول 25/3، معطي الفرق او الانديه 25 يوم او 20 يوم او 21 يوم فتره اعداد وتجهيز. انا انا اعتقد ان التوجه عندهم حسب ما سمعت انه راح طيب يلغى. انا راح نتناقش في الموضوع لان عندنا تقرير عن الاتحاد واجتماع الاتحاد اليوم، لكن خلوني اقرا كم تغريده. اخوي الاخوان في جريده اي ويش يقولون شلونك البرنامج اخذ منحنى سياسي يرد للرياضه. والله يا اخوي بالعكس، يعني احنا ترى النقاش اللي ناقشناه يتعلق بالرياضيين يعني اليوم، وهو الموضوع المهم الحدث بالضبط، يعني العطله وايقاف النشاط الرياضي وعدم التجمع وايقاف الانديه الرياضيه الخاصه، هذا كله رياضي. اتصلنا بالشيخ. نعم. الاخت اماني القبندي تقول صباحكم خير وضيوفك الكرام، والله ان كلام ابو حسن مؤيد صحيح، الله يرفع عنا وعن الأمة العربية والبشرية كافة علينا الاتعاظ والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. مشكورة يا أختي أماني. أخونا عبد اللطيف يقول بادرة طيبة منك والاتصال بالشيخ رئيس اللجنة الأولمبية، والأحلى أن تدعوه ببرنامجك المميز، مشكورا وشكر موصول للجميع. والله أخو عبد اللطيف ترى الشيخ فهد يعني مستعد، وأمانة قال في أي وقت تبون أنا جاهز وحاضر ومستعد أكون ضيف عندكم، وبالعكس يعني ترى هو رجل يحب يتواصل مع الإعلام، يحب يتواصل مع الجماهير لأخذ بارائهم، أخذ أفكارهم، أخذ مقترحاتهم. وبالعكس إحنا يعني خل بس إن شاء الله أموره الصحية تضبط إن شاء الله، وإن شاء الله ما راح يقصر ويانا ويكون متواجد معنا. أخونا أبو أحمد الدوسري يقول كلام عبد العزيز الهاجري يمثلني بكل حرف قاله، قلت اللي بقلوب أغلب الكويتيين. اخونا خلف العنزي يقول عبد العزيز الهاجري اللي قال يتكلمين على موضوع ان حكومه هشه. اخونا المحامي فهد باسم يقول كلام الكابتن عبد العزيز الهاجري صحيح 100%، وللاسف الحكومه ضعيفه جدا ولا تستطيع اداره ازمه، وسوء اداره الازمات احيانا تكون اخطر من الوباء نفسه، وللاسف سوء الاداره انتقل للناس، والدليل تصرف البعض اليوم امام المخابز والجمعيات. شكرا كابتن على صراحتك. والله في وايد مؤيدينك ابو حسن، مع انه يعني هم في وايد اكيد في وايد مختلفين وياك اكيد. بس انا اتوقع يمكن بعضهم طلبوا عندك ابو حسن عشان في مؤيدينك. اروح لفاصل وبعدها سنعود. صباحكم الله بالخير. بنتقل لموضوع اخر طبعا، بس قبل اروح حق اجتماع الاتحاد شوي نلطف الاجواء، خل نبارك حق العالمي الفوز اليوم على الرائد، فوز مستحق، نقول هارد لك للاهلي. شو نسوي؟ هذا يعني قرار الاخوان في مجلس اداره النادي الاهلي والاستغناء عن السيد جروس، قرار يعني
ما أدري صراحة، يبقى سمو الأمير منصور بن مشعل هو صاحب القرار وهو المسؤول عن هذا القرار، لكن يعني مدرب مخليني أنافس على المركز الأول أو الثاني في الدوري، موصلني مربع الذهبي في كأس خادم الحرمين، بالمنافسة في دوري أبطال آسيا واستغني عنه، يعني قرار صراحة بغض النظر مهما تختلف وياه في الآراء في وجهات النظر، لكن يبقى المدرب ما دام زين أخليه سمو الأمير. لكن اليوم الله يستر من الجاي. مشكلة ترى فنية، مو مشكلة باللاعبين، أقول مو بالمدرب. أنا شفت لقاء اليوم أداء الأهلي وبسعود. تعبان ها؟ إيه لا تعبان جدا. وقروس طبعا معروف عنه يعني لا سي في قوي، لا بصمته، عمل لا بصمته يعني. نعم بس اليوم الأداء أعتقد حتى مجلس إدارة النادي الأهلي لازم يكون له وقفة مع اللاعبين. نعم. يعني أداء اللاعبين جدا متواضع اليوم. إن شاء الله راح نناقش الجولة إن شاء الله يوم الجمعة، لأن باكر الإخوان في وين تو حابين يكونوا متواجدين معاكم للحديث عن مباريات دوري أبطال أوروبا، مباريات الأربعاء والثلاثة، فإن شاء الله يوم الجمعة أو السبت نناقش الجولة هذه من دوري السعودي. نقول مبروك لضمك، لما يكون يعني التحكيم عادل ولما يكون يعني في إنصاف في القرارات، هذا وضع الهلال، هذا وضع الطبيعي للهلال، يا خسر يا تعادل، بس بعد شو تسوي؟ خلنا يوم الجمعة إن شاء الله نتكلم إن شاء الله. عموما خل نروح حق اجتماع الاتحاد الكويتي كرة القدم. المفترض أمس كان في اجتماع لمناقشة الوضع الرياضي والوضع الكروي، اللي صرح طبعا السيد أحمد عقلة نائب رئيس اتحاد الكويتي كرة القدم. نشوف شنو قال، أبرز ما قاله أخونا أبو عثمان. أمانة اليوم في الاجتماع احنا لن نخرج عن إطار الدولة، لن نخرج عن توجيهات اللجنة الأولمبية الكويتية. في اجتماع يوم الأحد تحت رعاية الهيئة العامة للرياضة بقيادة الدكتور حمود فليطة وبحضور رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ بصباح، فبإذن الله إن شاء الله راح نطلع بتصورات. أمانة احنا سلامة اللاعبين وسلامة الجمهور هي أهم ديدنا كاتحاد الكويتي لكرة القدم، كلنا شغف أن يعيد النشاط الرياضي، أن نستمتع في معشوقة الكويتيين لكرة القدم، ولكن للأسف في وباء ولازم نواجه هذه الحقيقة. أنا نحافظ على سلامة اللاعبين وسلامة الجمهور وسلامة الإداريين والفنيين في جميع الجهات الرياضية، نتمنى إن شاء الله بالقلب العجل بالعاجل أن يتجلى هذا الوباء، وإن شاء الله إذا في عندنا خطة كلفنا لجنة المسابقات إن شاء الله، إذا كان في إن شاء الله رؤية من الحكومة ووجهتنا الحكومة، إحنا لن نخرج عن توجيهات الحكومة في هذا الشأن، لأنهم هم المعنيين بمتابعة أحداث المرض هذا وهذا الوباء، وإن شاء الله بإذن الله نستأنف النشاط عن قريب. طبعا خلنا نشكر أخونا أحمد عقلة نعم رئيس الاتحاد. الحساب الرسمي، الموقع الرسمي اتحاد الكويتي كرة القدم، ذكر نقطة واحدة ما أدري هي كانت من الاجتماع أو لا، لأن ما ذكرها أخونا أبو عثمان. ذكروا أن الاتحاد الكويتي لكرة القدم قرر تأجيل اجتماع الجمعية العمومية اللي كان مقرر يوم 17 من الشهر الجاري لتعقد يوم 29 من الشهر ذاته. هذا يمكن أيضا من القرارات اللي لم يعلن عنها أخونا أبو عثمان وأعلنوها الأخوان في الحساب الرسمي. يبدو أن فقط هذا القرار اللي صدر من مجلس الإدارة. أبو حسن تعليقك على هذا الاجتماع، وما أدري يعني نتيجته ما أعطتنا أي شيء، يعني هل كان مفترض أن تكون نتائج أفضل من كذي؟ والله شوف سعيد، يعني أنا أعتقد أن يفترض أنه يعني هم لازم يكون هناك يعني خطتين، خطة A خطة B، يعني ما لها خطة ثالثة يعني. في حالة استمرار النشاط يكون هناك خطة موجودة، يعني مثل ما تفضل أبو عائشة الحين وأبو خالد وريهون أبو بدر، يعني أنت الحين ما يصير أنك أنت الحين وقفت النشاط، سكرت الأندية
وإذا أنت تبي تعيد النشاط يجب أن يكون هناك تمرين لا يقل عن أسبوع إلى 10 أيام. نعم. يعني مرحلة استعادة الشفاء واستعادة اللياقة البدنية وحساسية الفريق على الكرة، أو في حالة إلقاء النشاط. ولكن أنا أتمنى أمر آخر، يعني اليوم مدام أن الأمر عندي أسبوعين ومعلقة وأضع خطة A وخطة B بالنسبة لاستمرار النشاط أو إلغاء النشاط، هذا أخليه على صوب. أجتمع أنا مع الأندية مع مدراء الفرق، بعدها يسبق مع مدربين الفرق لبحث التصور ما هو في الموسم القادم إن شاء الله. يعني يعني على سبيل المثال لليوم الكل يتدمر من 5 محترفين، يعني هل هو تقليل المحترفين أفضل، إجبار الفريق على 2 أو 1 من لاعبين الأولمبي مشاركته في الفريق الأول، يعني يكون خطة يعني مستقبلية للفريق. يعني أنت عارف أن المنتخب لاعبيننا كلهم أعتقد أكثرهم فوق 30، يعني ما أعتقد أنه راح يقدر يكمل أكثر من كذي. فأعتقد أن هناك يعني هناك منتخب جديد قادم يفترض أنه يخطط له هذا المنتخب في المسابقات القادمة، يعني المسابقة يعني بتقليل المحترفين بإلزام الفرق مثل ما صار. طبعا هذه أنا ما جبتها من عندي، هذه طبعا في البحرين لازم كل فريق يلعب 2 لاعبين أولمبي. وأعتقد أنها أتت بثمارها، يعني شاركوا في غرب آسيا حصلوا على بطولة غرب آسيا، شاركوا في دورة الخليج وحصلوا على بطولة دورة الخليج. هذه كلها من يعني الحلول اللي موجودة اللي تبحث عن ما هو شلون تطوير المنتخب الأول واللي ينعكس على المنتخب الأولمبي. فأعتقد أنه يعني هذا يعني أتمناه. يعني أزيد على كلامك أبو حسن، لو يطرح عليك إحنا من 92 الاتحاد أنذاك خلى المنتخب الأولمبي يشارك في كأس فريق فريق في دوري كأس الشهيد. كأس الشهيد كان ذاك الوقت في كأس الشهيد لون مثل كأس الاتحاد أو مثل كأس الخرافي أنذاك، خلوا المنتخب الأولمبي يشارك في البطولة بفريق مكون من المنتخب الأولمبي، وفعلا كان يحقق نتائج وكان يحتك مع اللاعبين الفريق الأول. وهذا المفروض مثل ما ذكر أبو حسن لازم من نستفيد، يعني دام أسبوعين ما عندنا شيء نفكر مستقبل. طيب. يعني ما هو أبو خالد يعني نقطة في محلها مثل ما قال أبو حسن الخطة اليوم، يعني أنا كنت أتمنى من الأخ أبو عثمان يعطينا الطريقة وخطة خطة العمل اللي حاطها الاتحاد. اليوم أنت مجتمع جاي بأعضاء الجمعية العمومية، عفوا جاي بأعضاء مجلس إدارة وقاعد وياهم، تعال يا جماعة هذه الخطة اللي موجودة، مثلا مثلا إذا والله استمر الإيقاف بنلغي الدوري، إذا والله رجعنا راح نحط مربع ذهبي مثل مو الآن الإخوان في السعودية قاعد يتكلمون عن هذا الموضوع، إن الأربع الأوائل أو الثلاثة الأوائل يصير بينهم منو الأقرب حق المنافسة تصير بينهم بطولة مثلا أو دورة، والله نلغي الدوري مرة واحدة نخليه يبدي مثلا أو نأجله نخليه يبدي مبكر ونبدي منه مثلا الموسم اللي تبقى منه. يعني فهم غزي يعني في حلول تحطها ونصوت عليها، والله هذا الأولوية للاختيار ألف، الأولوية للاختيار باء. لما نروح الاجتماع عند الإخوان في الهيئة العامة الرياضة لحنا حطين خطة عمل. نعم عندنا حلول. بالعكس هذه يعني كلامك موزون وسؤالك ممتاز جدا وسعود، وحتى أخوي عبد العزيز خطة ألف خطة باء، أنا أعتقد هو في تصريحهم حتى في تصريحهم متحفظين الإخوان في الاتحاد، وعثمان هو صحيح ملتزم وهو ما يقدر يتخذ وقف النشاط إلا بموافقة الهيئة العامة للرياضة وممثلة بالوزير وبتعليمات من مجلس الوزراء. لكن في مثل ما قلت في حلول كان يفترض اليوم في اجتماع اليوم اني ادعي رؤساء الانديه وناقش السلبيات اللي حصلت هذا الموسم سواء بالخمس محترفين بالحكام مشاكل الحكام لجنه المسابقات. لا اول وضع ابو خالد اسمح لي يعني انا اختلف معاك بالنقطه، للوضع ما يسمح اني اناقش هالامور في ظل احنا الان في وضع يعني ما وضع يعني شويه حساس. انزل. عندنا موضوع ايقاف النشاط انت تناقش مع رؤساء الانديه موضوع الحكام ولا لا 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 هذه من ضمن الخطط مسعود. انت بتوقف الدوري، توقف الدوري 5 و6 راح تلعب عندك القادسيه والكويت الاتحاد الاسيوي، لما وقف كاس الاتحاد الاسيوي خلاهم يلعبون شهر 5 وشهر 6. انا قاعد اقول يعني يحطون خطوط الحلول ويسمعون راي رؤساء الانديه للمستقبل.
حتى في في يمكن في اجتماعهم اليوم انا اعتقد يمكن ما ناقشوا، لان هو قلت لك انا وقف النشاط ما يمتلك الاتحاد الكويتي، هذا قرار حكومه، قرار حكومه ينطرون شنو يطلع من مجلس وزراء. ايقاف النشاط إيه انت انا الحلول قلت لك انا حطيت لك اتحاد حلول الحلول انا قاعد اقول لك مسعود، اول شيء سمعت مع مجلس اداره توقف الدوري باجي اربع جولات، الاربع جولات بامكانك انت تخلصهم في اسبوعين، وعندك دور الثمانيه في كاس الامير، يعني عندك خمسه وسته لو رجع النشاط في مثل فرضنا نقول نص اربعه، تخطر الانديه على الاقل قبلها باسبوعين، لان انت بتستعد، اللاعبين ما قاعد يتمرنون، وانت عارف اللاعبين ما هم محترفين ابو سعود. نعم. اللي تقدر تمرنه فتره صباحيه ومسائيه، هذه يمكن احد الحلول اللي يمكن ما ناقشوها الاخوان. انا اتكلم عن السلبيات اللي احنا مرينا فيها هذا الموسم، هذه يعني السلبيات مهمة جدا بسعود ان نطرحها ونناقشها بكل شفافية مع رؤساء الأندية، مع مدراء الفرق، مع حتى المدربين الوطنيين الماسكين المنتخب. شو اللي يعني بسعود يمنع اني انا اكون عندي يوم مفتوح مع الرياضيين واقعد اسمع حلولهم؟ هذا القرار انا لا املك اني انا اوقف الدوري، ومثل ما قلت هذا وباء، علشان انا يعني اتخذ هذا القرار ووقف النشاط او الألعب. وبعدين أنا أعتقد الكويتيين مو متقبلين أن يلعب الدوري من غير جمهور، لأن حلاوة كرة القدم في جمهورها. لكن كانت في مثل ما تفضل أبو حسن، حنا مقبلين على 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 بطولات وعلى تصفيات، وبالتالي أناقش الإصطاف اللي أنا راح أختاره حق المنتخب يكون هو متواجد لبعد استمرار النشاط، اختيار اللاعبين، متابعتهم للتمارين للاعبين في الدوريات. يعني هذه في امور كثيره وفي حلول ابو سعود. يعني المؤتمر ترى احنا ما استفدنا منه شيء، ولا يمكن قالوا شنو صار في الاجتماع، ولا اعطونا حتى رؤوس اقلام. المؤتمر ابو سعود اكيد المؤتمر، يعني ندري انه بالمؤتمر انه ما في لعب، يعني توقف النشاط، لكن انت نفس الوقت ابو سعود لازم عندك خطه عمل، يعني فرصه لك انك انت واقف الان مثل ما قال اخوي ابو حسن اخوي ابو خالد، انت واقف عندك النشاط، اذا تشتغل الحين من الحين تشتغل على امورك، ايش تبي تسوي من المدرب، تجيب شنو برامجك قدام، كم محترف، لا وعندك لعبتين مهمتين شهر 10 شلون انا لا السلبيات اللي صارت عندك وتصلح الايجابيات. لكن انا باجتماع، احنا ندري ان اجتماع اليوم الاتحاد بيقول ان القرار حكومه، هذا مو قرار لا اتحاد القدم ولا اتحاد حكومه. نعم. الا القرار حكومي، فانت السلبيات ما في خطه عمل، وين خطه العمل اللي تحطها حق قدام عشان نعم. تخلص انت واقف الحين عشان شغلك يكون حق قدام الناس، يعني انت لما يبتدي نشاط ولا انت امورك عارفها. نعم. حسب يعني ما نقل الان ان الاتحاد او الشيخ احمد اليوسف او الاتحاد بشكل عام يعني حاط حلين، يا اما يستكمل اذا استكمل يعني في ابريل، او يرحل الموسم القادم. هذا الحل، شوفوا هو الحل اللي موجود عندهم. شوفوا هو يرحل، هذه مو سابقه، يعني صارت من قبل في 2003 لما وقف النشاط هذاك ايام صح. الحرب ودخول العراق، ومن ثم استكملنا ما نعم. تبقى من الدوري اربع جولات ترى بالضبط، لعبنا نعم. تقريبا اربع او خمس جولات مثل ما تفضلت ابو خالد، لعبناهم وبعدين كملنا الموسم الثاني. فهي يعني في سابقه، في سابقه نعم. نقدر نرجع لها ونستند عليها ونمشي عليها، وممكن الحين اسهل من المره اللي فاتت، لان انت الحين تقدر تبدي شهر 8 في الدوري التكميلي تلعبه بشكل سريع، ودوريك 9 وبعدين تبدي شهر 9 برنامجك الطبيعي الموسم المقبل. يعني هي الحلول موجوده بس تحتاج الى عقول. بس النقطه اللي قالها ابو حسن هي المهمه اليوم، انت لابد انك انت تحط الحلول من الحين، تحط الخطط مثل ما قال ابو خالد، الف وباء وجيم، والله احنا في هذه الحاله راح نسوي كذي، في هاي الحاله راح نسوي كذي. يعني يمكن اخوي ابو عثمان امانه يعني جزاه الله خير مشكورة، يعني والاخوان كلهم في الاتحاد قاعد يجتمعون ويجتهدون، لكن اليوم ما في شيء، احنا كشارع رياضي ما عرفنا شيء، ما رسينا والله شنو الموجود. انا كرياضي او كمحلل ابي اعرف انه والله احنا في استكمال شهر 4، لا والله اذا استمر الوضع مثل ما هو عليه في استكمال شهر 7 بعد رمضان ممكن ابلش. نعم. هذا احنا ما عرفنا للحين، لان هم ما يدرون بالضبط، لان ما في احد في يقدر يقول لك انه والله راح يستكمل او ما راح يستكمل. فلهذا الحين الاتحاد طبعا ما يلام في ان الحلول انا قاعد اقول لك هو يفترض انه يكون عنده خطه، بس خطه استكمال او خطه الالغاء والاستكمال في الموسم. نعم. تفضل ابو خالد شنو كنت تضيف؟ لا دام فضلك انا اقول يعني الاخوان في الاتحاد جزاهم الله خير هم مجتهدين، لكن
الآن حنا أبو سعود مرينا في مرحلة بعد جوزاك. نعم. دفعنا أموال طائلة وخسائر وفي دعم من الدولة. علينا في المرحلة القادمة أن نختار مدرب. أنا أفضل هذا رأيي أنا يعني. كل واحد له رأي. الآن أعتقد يمكن سمعت أن الأخوان النية تتجه للكرة الأسبانية. الكرة الأسبانية أبو سعود ما تناسبنا. خلينا نكون واضحين. خصوصا في منطقتنا. لأن الكرة الأسبانية تحتاج إلى الاستحواذ. والاستحواذ بشكل أكثر وهذه مهمة موجودة عندنا. في عندك الكرة البرتغالية، الكرة البلجيكية المتميزة، الكروات، اليوغوسلاف، يعني تجيب لك من الآن يعني تشغل اتصالاتك وتختار طاقم كامل لأن عندنا فترة طويلة علشان تهيئ منتخب، يعني هذه فرصة لهم المراحل السنية. نعم مراحل سنية. يعني ما تبي مدرب وطني؟ احنا باجي لنا لعبتين. مدرب الوطني هذا عقد مع العقد مع ابو ثامر. انت الحين قلت انا ثامر مدرب اجنبي. لا المرحله الجايه انا اتكلم عن ما تعي فيها طبعاً. مدرب وطني لا لا ما في. طيب انا بروح الفاصل، بس قبل الفاصل ايضا ادري ابو حسن زعل عليك يمكن. لا لا ليش يزعل؟ لا ما في زعل. لا لا هذا مو تقليل من المدرب الوطني ابو سعود. قبل ما قلت شيء اقول خلني اقول زعل. لا لا مو تقليل، مو تقليل من المدرب ثامر عناد، بس احنا قاعد اقول لك المدرب الوطني ما يصلح لنا في المنتخب، يعني ممكن بالدوري، لكن انت عطني الحين مدرب وطني مستمر وقاعد يقدم نتائج ويختار لاعبين وما تكون عليه ضغوطات. لكن المدرب الاجنبي لما يجي بصطاف كامل مثل ما عملوا اخواننا في البحرين لما اختاروا مدربهم، المدرب قبل لا يختارونه بعث ابو سعود الطاقم ماله في البحرين قاعد 3 أشهر يتابع اللاعبين. والاخوان في البحرين وهذا تحسب لهم رئيس الاتحاد البحريني ان اعطوه الصلاحيه انه هو اللي يختار. مثل ما تفضل ابو سعود اجبرهم ان في كل فريق يشارك معاه لاعبين من الاولمبي وسوى منتخب قوي فاز في غرب اسيا وقدم مستوى ممتاز في دورة الخليج وحصل على دورة الخليج. راح يجيك ابو حسن ترد على النقطة تؤيد كلامه وتختلف وياه، لكن حتى ابو عائشة وحتى ابو بدر النقطة هذه اللي ذكرها ابو خالد. اخونا العزيز محمد الانصاري طبعا ابو حسن من سر اتحاد الكويتي كرة الطائرة يسلم عليكم سلام خاص. الله يسلمك ان شاء الله. واحنا حابين نتحمد له بالسلامة ايضا انها عمليته اللي اجراها في برشلونة في العين، نقول له سلامات. ما تشوف شر. ما تشوف شر يا ابو حسن. وايضا بانتظار عملية لحرمة الله يحفظها إن شاء الله. آمين. نقول لها ما تشوف شر أيضا وخطاها السوء، وإن شاء الله ترجعون بالسلامة أنت وأم حسن يا أخوي أبو حسن. وتقر عين عيالك وأهلك فيكم إن شاء الله وما تشوفون شر. أروح لفاصل وبعدها سعود. صباحكم الله بالخير. ارجع الى النقطه اللي ذكرها ابو خالد بخصوص المدرب الوطني، ويا رب ان المدرب الاجنبي افضل حق المنتخب في المرحله القادمه. يا ابو بص شوف رايك. احنا على قولتهم احنا في مرحله جديده وكلمه الحق يجب ان تقال. يعني انا اقول المدرب الوطني عنده حد معين ما يتعداه، فأعتقد أن الفترة القادمة تحتاج إلى مدرب وطني، تحتاج مدرب أجنبي بمساعدة المدرب الوطني، لكن المدرب الوطني هو اللي يبني الفرق في المراحل السنية أو الأولمبي أو الشباب أو الفريق الأول. أعتقد أن يعني لو الأمر بيدي لكان الاختيارات مدربين منتخب الشباب في كأس العالم هم أفضل اختيار للجنة الفنية بالاتحاد. يعني وأكبر دليل على نجاح هذا العنصر هو منتخب البحرين لما اختار المنتخب الشباب البرتغالي. فأعتقد أن يعني مدربين منتخب الشباب يعرفون احتياجات اللاعبين الشباب اللاعبين الصغار، لأن أصلا يعني إحنا الأساسيات كرة القدم نفتقدها في الفريق الأول. لما يجي المدرب الأجنبي في الفريق الأول يعني يستغرب. ثقافة المركز عند اللاعب غير موجودة. يعني لما يصير اللعب جهة اليمين الباك اليسار وين يغطي، شلون يغطي لاعبين النص لاعبين الهجوم، فهذه يعني هذه غير موجودة. فأعتقد أنه يجد صعوبة في الرسم التكتيكي ولا وضع خطط. هي مسألة 4-4-2 ولا 4-3
اثنين يعني الامر على قولتهم ما هي يعني يعني انا 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 بقاطعك يعني لو فرضا الحين نفترض اللجنه الفنيه قالوا نبيع ذا يزاج المدرب المنتخب تعتذر يعني اكيد ما لا بس سؤال انا عندي سؤال ولا مسعود عندي سؤال هو قال ان المدرب الوطني لا حد شو الاسباب ان المدرب الوطني لا حد يعني ليش لا حد ليش عنده سقف واقف عنده يعني ليش ما يعني ما عنده المجال هل لانه ما يلاقي دعم من الاتحاد مثلا او ما يتوفر له اللي يتوفر حق الاجنبي يعني انا اللي اللي اللي, اللي شاهدته وعشته نعم يعني من تجربتك في تجربتي في, في, نعم في الاتحاد واللي شاهدناه انه يبقى المدرب الوطني عنده حد معين ولا يستطيع ان يتعدى نعم وشو طيب. الاسباب هل الاسباب الاتحاد عدم تعاون الاتحاد مع المدرب الوطني يمكن يمكن اسباب مختلفه اسباب اداريه فنيه شخصيه يعني يمكن طموح المدرب الوطني يعني يمكن ما هو ذاك الطموح اللي يقدر يخليه يستمر كيف يكون اسم يعني ويطلع برا وكذا وكذا طيب ابو بدر في هالنقطه دكتور محمد المشعان اعتقد صرح لنا قال انا ارفض مسمى مدرب وطني ومدرب اجنبي هو المدرب مدرب بالنهايه اذا كان زين بغض النظر يعني عن جنسيته هو مدرب محترف يعني يعترض على هذا المسمى اكيد بس سعود المدرب مو جنسيه المدرب يعني امكانيات وعطاء وعمل نتائج ونتائج طبعا اكيد يعني احنا اتذكر يعني سنه من السنين انا مدرب روماني وقعدوا مع الاداره قال له ما انا يبوا لي اي مدرب كويتي ما لي شغل بالجنسيه ابي مدرب يعمل زين يشتغل زين يطور نفسه فكلام الكابتن محمد كلام صحيح يعني انت ممكن عندنا مدربين كويتيين وايد محليين كانوا زينين وامثله كثيره عليهم يعني في القادسيه محمد ابراهيم الكابتن صحيح انا اتكلم عن المستوى الدولي مو المحلي إيه يعني المستوى الدولي إيه لان الدولي. كل ترى المدربين اللي ذكرتهم مع احترامي لشخصهم كلهم مسكوا منتخبات وشفت نتائجهم شفت المدرب الوطني يخضع الى ضغوطات اكيد اكيد بس هل يعني هل النادي او الاتحاد يعطيه امكانيات مساعده بعض كانت مثل شنو يعني راتبه لاعبين محترفين الملعب كل شيء انت اللي يجي المدرب الاجنبي لي كل شيء يعطونه فاتحين له حنفيه والمدرب ربعنا اللي يجون ماكش شوف بس ابو بدر انا اتفق معك في الجزئيه بس في جزئيه ثانيه بعد المدرب الاجنبي عنده خبرات افضل من المدرب الوطني اكيد ما في شيء يعني مدرب البطولات والدوريات هذه تعطيه افضليه يعني لكن اليوم لما الكابتن محمد المشعان دكتور يقول ان المسميات لا هو في مدرب فعلا مدرب وطني احنا لما تقول مدرب وطني لا هو تقليل من المدرب ولا هو يعني استخفاف المدرب الوطني لا بالعكس لا من الظلم انك انت تقول مدرب وطني نفس مدرب بالضبط بالضبط اي ليش لان المدرب الوطني اليوم مع يعني مع كل احترامي وتقديري لهم تبقى يعني التجارب اللي خاضوها ما هي بمستوى الطموح أحمد يعني ما يعني انت اليوم ما يصير مدرب في الدوري البرتغالي بتقارنه مدرب لا احنا مدرب في الدوري الدرجه الاولى احنا ما نقعد نقارن لكن خليني اقول لك شنو الخطا اللي قاعد يصير عندنا المدربين الكبار اللي كانوا موجودين عندنا صالح زكريا والمجموعه اللي عندنا كانوا يروحون برا 6 اشهر 7 اشهر دراسه اليوم نوديهم اليوم نوديهم بدر عفوا وين درس حسابهم كانوا يروحون صالح في هنغاريا رحمه الله والديه صالح زكريا العم صالح زكريا كان هو مساعد زقالو في بانكوك دورة الالعاب الاسيويه لما امسك الفريق لما تقول لي مدرب وطني وانت تقول لي الامكانيات اذا انا واثق من نفسي انا حط شروطي مو النادي يحط شروطه وانا وافق هذه ترى نقطه مهمه جدا ابو سعود نعم. تتكلم عن المدرب احنا نقول المدرب نتائج المدرب مدربين الوطنيين احنا عندنا يمكن عندنا 700 مدرب بالكويت برو نعم. لكن عطني نتيجه عطني السي في مالك شنو البطولات نعم. اللي خلطت النقطه اللي ذكرتها ابو طيب. خالد انت الكابتن او العم كابتن صالح زكريا اشتغل مع منو زقالو يعني انت اليوم مدرب بهالقيمه لما يشتغل مع مدرب اكيد بيكتسب منه إيه بس ربعنا ما يساعدونهم قاعد يساعدونهم لا تجيب له مدرب انت مأمور تجيب الكويت تقول له تعال اشتغل معه وتعلم منه المدرب الكويتي افضل منه انا اقول لك ابو عائشه العم صالح زكريا ما راح درس بالمجر كانت متفوقه في كره القدم طبعًا. لما تقول لي مدرب كويتي مع احترامي هني ياخذ شهاده برو من الاتحاد الكويتي من اللي قاعد يلقى عليك محاضره شنو الدوري انت اللي قاعد تخوضه وين التجارب اللي خضتها وين الامكانيات وين الاحتكاك هذا في هناك فرق هذه تساعدهم النقطه اللي ابو حسن يمكن هذه ايضا احنا كنا نقولها في البرنامج زعلوا علينا بعض المدربين الوطنيين لكن الان ابو حسن اعتقد يعني الانصاف يا من ابو حسن كمدرب وطني
قالها بالحرف يعني، قال من الظلم انك تساوي بين مدرب وطني ومدرب اجنبي، صح؟ صحيح بالمعنى لما تقول مثل ما تفضل الدكتور محمد ان يبقى المدرب مدرب محترف، وين الاحتراف؟ انت تداوم وتجي قبل التمرين بربع ساعه وتمرن ساعه ونص بعدين تروح دوام ولا تروح الديوانيه ولا يعني فارق الامكانيات وفارق المتطلبات المهنه فرق كبير بين ان المدرب وطني ومدرب محترف. نعم. طيب ابى ننتقل لموضوع اخر ما استغل يعني وجود ابو خالد كونه قد ساوي وايضا ولا يمنون الاخوان اخونا ابو عبد العزيز فواز الحساوي مغرد تغريده قبل يومين يقول فيها خلال يومين الماضيين تم اثاره موضوع الاشتراكات. نعم. نعم. يقول موضوع عدم قبول اداره نادي القادسيه قبول سداد اشتراكات لاعضاء من قائمتي وموضوع قديم اكثر من سنتين. لا اعرف ما هي الدوافع من اثاره هذا الموضوع القديم بالوقت الحالي وخاصه اني طويت هذا الموضوع بشكل نهائي واتمنى التوفيق لمجلس اداره نادي القادسيه. تغريده يعني وفق فيها ابو عبد العزيز، هو طلع صرح وسكت الالسن اللي كانت تغرد وتقول، هو قال لي هذا الموضوع قديم وانا ليش في كل شارده وارده زجون اسمي في الموضوع. هو يعني حتى في ختام التغريده مالته تمنى التوفيق للقادسيه، وما حد يعني زايد ويشك في ولاء ابو عبد العزيز لنادي القادسيه ودعم لنادي القادسيه ولاعبين نادي القادسيه، بالعكس. لكن هو يقول لك ليش تدخلوني بالصراعات؟ يعني انا بريء من 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 الكلام اللي قاعد تقولونه. واعتقد يعني تفضل. لا انا اللي اقصده يعني شنو الهدف من اثاره البلبله في مجلس اداره قاعد يعمل، يعني بغض النظر انه متوفق لا لا هذه طبعا ما طلعت هي من مجلس الاداره الحالي. لا انا اقصد مو من مجلس ده، اقول شنو الهدف من اثاره البلبله؟ اكو ناس ابو سعود يعني الامانه احنا بالكويت اصبحنا نعشق المشاكل وخصوصا في كره القدم، وسبق في اي لقاء واي حديث اتكلم عن الاستقرار قلنا يا جماعة الخير الاستقرار مهم جدا في كرة القدم وفي الرياضة بشكل عام، تحتاج إلى هدوء، تحتاج إلى تركيز، يعني مو وقته. ليش يعني مثل الحين فريق القادسية ماشي، وفريق القادسية أمانة قاعد يقدم مستويات جدا ممتازة، يعني حتى لاعبينه متميزين، وبالتالي هذا ينصب في المصلحة العامة حق المنتخب الكويتي. احنا نعرف ان اغلب لاعبين القادسية من المنتخب الكويتي، فليش التغريدة هذه عشان نضرب فيها نادي القادسية؟ يعني احنا اصبحنا نعشق المشاكل، خلونا يا جماعة الخير. وحتى بالحلقة الأخيرة أبو سعود قلت لك ملينا من المشاكل، خلينا نتكاتف. يعني في السابق أبو سعود لما قائمتين تنزل زين وتنجح قائمة، القائمة هذا تيجي تبارك لهم تحط يدينهم، ثاني يوم تلقاهم موجودين. نعم. ويشتغلون معاهم. فيا جماعة الخير تركوا عنكم هالإشاعات. يعني احنا الموقع التواصل الاجتماعي او هو التويتر ما وضع الا الى الاشياء مفيدة، ما نبي احنا مهاترات ونشب نجيب الزيت نحطها يم النار. فابو عبد العزيز انا اعتقد بالتصريح اللي التغريدة اللي غردها سكت كل الألسن. طيب ابو عائشة ولا يهون الاخوان، يعني شوف اليوم ناديين قادسية والعربي هم اللي يعني الـ 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 الامور اللي تحصل يعني ضد هالمجلسين. يعني اي حدث يصير تلقى اثاره في الموضوع وبلبله وشوشره. في المقابل قبل يومين انا تكلمت مع اخوي بصباح محمد العدواني وذكر خبر حتى مو ذاكرين اسم النادي، يعني اللي اقصده اليوم لما تصير اي مشكله في نادي اخر حتى ما يذكرون اسم النادي. يعني بالضبط. يعني الاخوان اعتقد ما ادري والله اي جريده ما بيذكر، لكن ذكرنا الخبر ان كاتبين صارت هوشه بين اعضاء الجمعيه العموميه وراحوا المخفر واشتكوا عند الهيئه العامه للرياضه بدون ذكر اسم. نعم. انا سالت وقصينا عرفنا ان الموضوع في نادي النصر. نعم. وسالنا اخونا ابو صباح واكد الموضوع وقال الموضوع انحل وراح المخفر والامور عند القضاء. انا اللي اقصده اليوم لو هذا بالعربي او بالقادسيه كان ضجه كبيره. طبعا هذا امر طبيعي ابو سعود لان الناديين هذين مو يعني امر طبيعي. لا امر طبيعي. لا خليني اقول لك شغله، تقول ناديين هذا امر طبيعي يا جماعه. اليوم انا اذا نادي العربي والقادسيه تصير في مشكله اقعد اقول بالقادسيه وفلان وطق هذا اللي طق فلان، والله حتى اللي بالنصر حتى قاعد اسال ابو صباح يقول له منو، يقول ما له داعي اذكر الاسماء. يعني انت فاهم قصدي، حتى ما يذكرون اسم منو اللي متعاوشين. بالضبط. انا ليش قاعد اقول لك امر طبيعي؟ لان احنا اليوم دائما مثل ما قال ابو خالد، احنا دائما عندنا في العربي او في القادسيه دائما عندنا تناحر
بعد الانتخابات يبغى التناحر هذا ويبغى الصراع موجود. يعني يمكن في السابق مثل ما ذكر اخوي ابو خالد انها دائما كانت تنتهي مع انتهاء اعلان النتائج. اعلان النتائج تنتهي الانتخابات عندنا ويبغى النادي للجميع والكل يتكاتف. يعني انا عشت في مرحله كان رحمه الله عليه العم احمد عبد الصمد كان رئيس النادي ورحمه الله عليه العم ابو صالح محمد الملا كان برا المجلس كان يوميا اشوفه قاعد بالاداره يوميا كان يقعد بمكتب العم عبد الرحمن الدولة ابو فهد الله يعطيه الصحه والعافيه يكون موجود وهو ما له رئيس سابق لكن محب للنادي متواجد رحمه الله عليه الشيخ نايف كان حضر كان هذا موجود في السابق احنا اليوم هذا ما نشوفه اليوم احنا نشوف الصراع المهاترات الجدال شركه مغلقه بالضبط عرفت فانا لما اقول لك امر طبيعي ليش لان جماهير هالناديين كبيره يمكن انا عشت بنادي النصر فتره وتشرفت اني انا لبست فانيله نادي النصر لكن ما شاهد جماهير شاهد لاعبين عوامل الاداره قله لكن بالنادي العربي انت روح النادي العربي تشوف جمهور حتى بالتمرين نعم. بدون مباراه متواجدين بشكل دائم الجماهير ويوني يحضرون التمرين فاي شيء يصير يحصل على طول تشوفها انتشر للعالم كله انا اختلف مع ابو عاش ابو حسن انا ما اتطرق حق انا اتطرق اليوم يعني اي مشكله ولد جمال الكاظمي واخو عزيز عاشور ما بيطقوه اخو محمد رضا معرفي اخو الشيخ طلال فهد فواز الحساوي عيال العم الله يرحمه يعني يذكرون قمنا نعرف منو ولد جمال الكاظمي منو اخو عزيز عاشور منو ما لهم شغل بالمجلس يعني بالنهايه يعني اسماء اختلفوا برا خلينا نقول حتى لو متهاوشه فيما بينهم قاموا يطلعون اسماءهم بوسائل التواصل وهذا فلان الفلاني هذا ولد فلان هذا اخو فلان زين ليش اوكي موضوع صار بينهم خليه بينهم ابو سعود يعني ولا قصور في باقي الانديه يعني انت لما تصير مشكله في نادي القادسيه ولا نادي العربي كم واحد راح يتداول هذه مشكله نادي القادسيه ولا مشكله نادي العربي كم شخص وكم مغرد وكم قناه وكم يعني والاثاره اللي راح تصير مقابل هوشه ابو حسن هوشه طاقين بعض بالنصر الامر الاخر مهم تسكر الموضوع واحتووه ولا عرفنا منه اللي متاوش ولا عرفنا منه اللي طق منه يعني الامر الاخر يعني اكيد انه يعني الفريق القادسيه الفريق العربي فرق منافسه واكبر قواعد جماهيريه فيعني امر طبيعي جدا انك انت يعني الكل يتداول ما يحصل حتى لو مشكله صغيره في نادي القادسيه ولا في لا اعتقد ابو سعود التسجيل اعتقد عن طريق البنك يعني نعم. ودي ارجع لتغريده ابو عزيز نعم فواز الحساوي يعني اعتقد من وجهه نظر يعني خاصه اعتقد ان الخاسر الاكبر لما يحصل لابتعاد فواز الحساوي عن نادي القادسيه اعتقد والله انها القلعة الصفراء يعني خساره كبيره لهذا الشخص اللي رقم ما عانى من اداره القادسيه الحاليه الا انه قاعد يدعم الفريق الا انه يعني ما سجلوا ولا سجلوا مجموعته وراح جاب خالد الرشيد وجاب المحترفين والله ما اعتقد انه في شخص يعني مخلص لفريقه مثل ما يكون خلاص فواز الحساوي النادي القادسي وترى الحين موجود يعني احنا شو غطينا يمكن مبارتين او ثلاث ترى موجود وقاعد يحضر والاخوان في مجلس اداره يعني قاعد يقعدون مع بعض وهذا شيء ايجابي شيء طيب اليوم يمعتهم غض النظر صحيح. عن لا هو هذا الحين انت من هي الانجازات اللي قاعد تحصل لنادي القادسيه ولا المنتخب من لاعبين ومن نجوم اعتقد هي صناعه الشيخ طلال وفواز الحساوي يعني نعم. ولا قصور في اللي موجودين حاليا لكن نعم. الحق يقال هو ما عنده عداوات فواز مع احد ويبقى يعني هو اخوهم واعتقد لو تمكن تروح ديوانه بتشوف يمكن القدساويه يكونوا متواجدين عنده وواحد اذا ما يحب نادي القادسيه ليش يدعم؟ ليش يجيب لهم الحارس خالد رشيد؟ ليش قاعد اذا فازوا كافاهم؟ هو يحارب لا واللاعبين المعتزلين ها ومن فوق هذا محارب لكن هو سيد فواز هو يعشق نادي القادسيه ويعتبر نادي القادسيه بيته الثاني نعم لا زال متواجد لكن هو انا من وجهه نظري انا اشوفه انه يقول لك الاجواء الان غير صحيه اني انا ارجع نعم طيب بروح حق تقرير اخير بس قبل التقرير اخونا مشار المدفعشي يقول مبروك ابو سعود فوز النصر تعادل الهلال وايضا خروج ليفربول من دوري الابطال طبعا ما انتهت المباراه لكن النتيجه
حتى هذه اللحظه 2-2، واعتقد يعني محتاج ليفربول الى 3 اقوال ثانيين او 4 اعتقد، فالوضع صعب. ودازي صوره يقول هداء هذه الصوره عرضها اذا تقدر حق مشجعين ليفربول. والله مساكين مشجعين ليفربول، اخاف اعرضها يقول لك خلاص الحكي مو الحكي، اذا وقف الدوري عندهم أيوه. راح عليهم الدوري عقب 30 سنه لا لا ما رايهم بياخذون الدوري ما تدري ممكن يوقفون الدوري. عموما تقرير لاخونا خلف العنزي نختم فيه حلقتنا. شاعر ولاعب 2-2 نعم، لاعب سابق الان شاعر ما شاء الله، عنده ابيات شعر جميله. اخونا الكبير علي الراشد شقيق اخونا خالد احمد الراشد مدرب الوطني، استغل اخونا خلف كان حاضر يغطي مباراه اليرموك وبرقان وديه، فشاف اخونا علي واجرى مع هذا اللقاء السريع، نشوفه مع بعض. معانا لاعب نادي اليرموك السابق والشاعر علي الراشد، اشوفك يعني ملتزم جدا، متابع جيد للمباريات دورينا الضعيف، لكنك لا زلت متابع. طبعا انا متابع من زمان، احب طبعا احب اتابع، بان في هذا الحين الوقت هذا في يقولون كورونا ما كورونا، هذه الكورونا والحافظ الله يعني انا اقول يعني يبتعدون عن الجماهير، ما جماهير ما في جماهير، يلعبون لعب بالملعب بس، لان التجمهر هذا هو يمكن الله والله الحافظ يمكن يسبب هذا الاشياء، ما يصيبنا الا ما كتب الله لنا. وهذه الكورونا يعني انا لا رحت مكان ولا سافرت مكان ولا هم يحزنون، ومبتعد عن التجمعات وعن الاشياء هذه. وهذه الكورونا مسووها لنا، طلعت من الصين وطلعت من ايران ومن امريكا على اساس ان هذه الكورونا يمشون فيها في السوق، في السوق علشان يشترون الكمامات، مكمامات ويسكرون. يعني مؤامره واحنا ما ندري. برقان كان باليد تطور وبالقدم ان شاء الله يتطور، وان شاء الله يصير التنافس الشريف بينهم في الدوري الدرجه الثانيه، ويكون في الصف الثاني بقياده المدرب ماهر الشمري. يقول ماهر الشمري في الملعب دائما منهري، هذا ابو حمد ماكو منه في التدريب بان فنه. احنا لا ننسى منتخب الكويت ايام، يعني ايام عز جاسم يعقوب وفتح كمير والعمالقة والعصر الذهبي لما يمتعونا ولعبوا، يعني وصلوا كأس العالم وخذوا كأس آسيا، الفريق الوحيد اللي يعني الأول أول فريق من الخليج الكويت، واخذوا دورات الخليج 10 مرات. وقلت في شعر فيهم ابو فهد بيد العصاية، قال العبرة بالنهاية، ابو فهد صدق كلامه والأزرق حقق أحلامه، يا فرحنا يا فرحنا، أزرقنا جاب الكاس لنا، يوم الخميس يوم الهنا، 98 أحلى سنة، بشار عبد الله هجومنا، جاسم هوي تأكد لنا الكاس التاسع عندنا في عدالية بحضاننا. نادي اليرموك ما استغلى، أنا شجع على أنه كان دخل التاريخ مرتين في كاس الأمير، كاس فاز على العربي وفاز على السالمية في ضربات الجزاء، وغيتني القريحة فقلت أيا يرموك يا بطل الماضي، ويا حبي ويا أغلى فؤادي، وحي فيك أبطالا شدادا، أتوا بالكأس مرفوع العمادي، لقد تاهت جزيرتنا فخارا، وعم حديثها كل البلاد، وما خيبت للجمهور ظنا، وأنت تخوذ ساحات الجهاد، ومن يعمل بإيمان وعزم يا الكأس في وقت الحصادي، أراك وقد نقلت إلى الجديد، كتبت إليك تانيذي قصيدي، كتبت إليك يا نادي المعالي، فأنت النصر محمود انفعالي، يرموك يا نادينا يا حبه، يا بحر النور لذاتنا أربو، أبناه الأعلام معجزة خفقت في فجر العصر يا عربو، لما الحياة نعيشها دوما، يرموك أغنية يا هبتبو. شكرا أخوي خلف، وشكرا لأخونا الكبير علي الراشد، وأعتقد يمكن هو الشخص الوحيد اللي مسوي قصيدة عن نادي اليرموك، ما أعتقد في أحد سوى قصيدة عن نادي اليرموك إلا اللهم إحنا ما نعرفه. عصرت لعبت من هو علي الراشد عصرت يا خالد، خالد وياي كان منتخب شباب
ما عاصرته لا لا انت عاصرته تقول ما لا لا قديم وكان لاعب عندنا منو قصدك؟ قصدك خالد اخوه خالد كان لاعب عندي يعني اي ايه كنت انا مسؤول عنك من اللاعبين المميزين خالد نعم ما شاء الله عليه يعني عقليه نعم وبس هو يعشق نادي اليرموك صحيح عنده كذا قصيده يعني والله اول مره اعرفه بس ابو بدر ايش رايك يقول كورونا مؤامره ضد الصين وايران هو يقول انا معه انا اخو خالد ابو حسن ايش رايك ما تختلف وياه ابو عائشه لا مؤامر على شنو ابو سعود مؤامر على شنو احنا مشكلتنا احنا العرب دائما عندنا مؤامر توك ويا انت لا تشي اضحك مؤامر شنو والله ابو سعود بالزمن اللي احنا فيه ابو سعود توقع كل شيء يعني انا اعتقد يعني من وجهه نظري لما يطلع الاخ ترامب ويصرح ان لقينا اللقاح واحد مؤامر انا اشوفها كذي ابو سعود شوفها اي هذه بس ابو سعود شوف هذه اكو خطاب لمعمر القذافي الرئيس الليبي في الامم المتحده قال شفت الفيديو امس انا قبل الايام طبعا في الامم المتحده قال والله راح يقطون عليكم جرثومه وباء جرثومي يرسلون في طياره من غير طيار ويصير الانتشار في بين الشعوب وهذه الحرب القادمه وعندي الفيديو بسعود بعطيك اياه بسعود بعدين احنا والله عنكم تصدق كلام انا والله انا ما يدحك بسعود لان احنا الحلوين السمهم ايه ايه ما ياثر فينا يقول الحراره تبربر بالحراره ما ادري افريقيا ترى بس حاله واحده والله صيف والله يزينهم الحين بيروح يروح افريقيا اي صح اي والله يرتاح اي والله اي والله والله نبث برنامجنا من افريقيا هناك وامان وبرث وامان وين راح تضبطنا اي ديره؟ نيجيريا والله لا لا هو في ديره يروح لها وين؟ عايز الدول لا لا تبي زيمبابوي تبي اي مكان تبي انت شوف قول تخاف تقول على الهواء تخاف ها اوكي تبينا يقول ولا لا لا ماكو اوكي اللي يبي يعرف ترى في دوله افريقيه دائما ابو بدر ينصح صراحه ونصحني اني ازورها امانه والله صدق اكلمكم جد ترى بس ما يبي يقولها لكن ما يبي يقول اسم الدوله اللي يحب يعرف يا يتصل ما دام ما فيها مرض يروحون اثيوبيا يروحون ملاوي يلا قولها ها قولها يروحون ملاوي اثيوبيا كل مكان ما يقول ما يبي يقول طيب وصلنا الختام شكرا لك كابتن عبد العزيز الهاجري الله يعطيك العافيه شكرا لك ابو عائشه كابتن احمد موسى شكرا لك حياك الله شكرا لك كابتن مطير الشرقاط نذكر ايضا ان شاء الله الخميس الاخوان في 1 2 راح يكون متواجدين لمناقشة طبعا نبارك لفريق باريس سان جيرمان هذه فرصة وبارك لأشقانا طبعا الأخوان في قطر تحديدا أخوي ناصر الخليفي رئيس النادي وهذه بالتأكيد إضافة تضاف لإنجازات بانتظار طبعا يمكن الحلم اليوم حلم فريق باريس سان جيرمان الحصول على دوري أبطال أوروبا دائما السقوط في دور 16 بالنسبة لفريق الفريق الباريزي لكن اليوم وصول دور الثمانية مو بعيد إن شاء الله دور الأربعة والنهائي وليش لا البطولة فأبارك لأشقانا في قطر أبارك لأخوي ناصر الخليفي وبارك لجماهير باريس سان جيرمان أيضا على طاري قطر أبارك الأخوان جماهير العربي أدري أن فريق العربي القطري له قاعدة كبيرة في قطر فوز اليوم في كأس الأمير وتأهله للدور نصف النهائي وقبل النهائي للبطولة الغالية بعد فوزه على الأهلي الأهلي بمدربهم الكبير سيد نيبوشا قدر العربي أن يفوز ويتأهل نبارك للعربي وإن شاء الله نشوف نهائي جميل في كأس أمير قطر الأخوان في 1 2 إن شاء الله راح يكون الخميس إحنا راح نكون معاكم يوم الجمعة في برنامج الديربي شكرا لرعاتنا وداعمينا شركة كويت ريد مطعم التسيمو مطعم سيامي وسطى بن العميد اطياب المرشود ليمون لايم توليز بيتزا هالتف 2000 شركه التون جرافيكس دير اندير ومعرض بريمير سبورت وكلاجي فوزيس في الكويت ومطعم سيامي وسطى الى اللقاء